موضوع كثرة المنومات الطبية هذه وايد تأثر. عنده أسلوب بإقناع جمهوره على السوشيال ميديا بوصفات الغذائية المفيدة واللي تحارب الأمراض. وأحمد أنصحك بأي بطاط أو شيبس عالي بالبروتين وقليل بالكربوهيدرات مثل هذا. يمتلك إيقاع بكلامه مع الجمهور وتفاصيل في اختياراته خلت لمتابعين يحبون كلامه عن الأكل. راح يجمعنا ويا لقاء بنتكلم فيه عن التغذية والميديا. ما تعرفون شلون القطفة الأولى لزيت الزيتون؟ اليوم بوريكم القطفة الأولى بس للعسل. الدكتور علي الحداد أخصائي التغذية العلاجية الأربعاء في ليالي الكويت.